بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 71. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من إحدى المستمعات، تقول المرسلة ميم من الرياض، تقول: إذا كنت على وضوء وسلم علي رجل أجنبي، هل يؤثر ذلك على وضوء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. إن كانت تريد المصافحة سلم عليها، يعني صافحها، فمصافحة المرأة من رجل غير محرم لها لا تجوز، لا في حالة الوضوء ولا في غيره، لأن ذلك سبب للفتنة. وأما إن كانت وكذلك إذا لمسها رجل وهي في الوضوء وهي متوضئة أو وهو متوضئ بشهوة، فإن ذلك أيضا مع كونه محرما ينقض الوضوء. إذا كان هذا الرجل غير محرم لها فإنه ينقض الوضوء، إذا كان هذا الرجل غير محرم لها فإنه محرم وأيضا ينقض الوضوء، فيجتمع فيه محظوران. أما من زوجها فإنه إن كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإن كان من غير شهوة لم ينقض الوضوء. الحاصل أنه إذا كان الذي صافح المرأة أجنبيا منها فإن هذا محرم، وإن كان معه شهوة فإنه ينقض الوضوء. وأما إن كان من محرمها أو من زوجها ولم يكن لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء ولا إثم فيه. أما إن كان قصدها بالسلام، مجرد إلقاء السلام بالكلام وترد عليه بالكلام، فهذا مشروع ولا يؤثر على الوضوء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعة: لي أخت أصيبت في يدها بمرض فطري ومنعتها الطبيبة من استخدام ما، كيف يكون وضوءها وصلاتها وغسلها؟ إذا توضأت واغتسلت تجنب الماء المحل الذي يتأثر بالماء، وتغسل الصحيح من أعضائها أو من جسمها، وتتيمم عن المحل الذي فيه المرض، فتجمع بين الوضوء على الصحيح على الأعضاء الصحيحة أو الاغتسال على بقية الجسم، وتتيمم عن المحل الذي لا يأتيه الماء للمرض. نعم. جزاكم الله خيرا. وإن كان عليه غطاء، إن كان هذا المحل عليه غمام، نعم، فإنه يكفي أن تمسح عليه، تمسح على الحائل ويكفي هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أرجو إعلامي عن كيفية التيمم بالتفصيل. التيمم لمن عدم الماء أو عجز عن استعماله لمرض ونحوه، أو كان الماء قليلا لا يكفي لحاجته ولوضوءه، فإنه في هذه الأحوال يعدل إلى التيمم. قوله تعالى: لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة التيمم في الحديث الصحيح بأن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، يمسح بهما وجهه وكفيه، هذا هو التيمم. ولا بد أن يسبق ذلك النية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك التسمية على مذهب الإمام أحمد تكون واجبة أو مستحبة عند الجمهور، التسمية. وكذلك الترتيب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ بالوجه ثم بالكفين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
مستمعة رمزت إلى اسمها بالحرف ميم تسأل وتقول: أحفظ معنى حديث أن أسماء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بملابس شفافة، فقال لها: إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا هذا، وأشار إلى الوجه والكفين. هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا لم يكن فما الرد عليه؟ جزاكم الله خيرا. هذا الحديث غير صحيح من ناحيتين: الناحية الأولى من ناحية سنده، فإن فيه مقالا لأهل العلم أنه حديث ضعيف جدا، ومن ناحية متنه فإنه لا يليق بأسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة أم المؤمنين، لا يليق بها هذا الوصف المذكور في الحديث، وهو أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب غير ساترة. هذا لا يليق بصحابية جليلة، ولا سيما صحابية من بيت أبي بكر الصديق وأخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف فضلها وعلمها رضي الله تعالى عنها، كيف تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة؟ فهذا المعنى مما يضعف الحديث أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يكون سلام الإنسان على نفسه إذا ما دخل بيته؟ المراد بقوله فسلموا على أنفسكم أي سلموا على من في البيوت، لأن المسلمين نفس واحدة، كما قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا يشمل قتل الإنسان نفسه وقتل أخيه، أن المسلمين نفس واحدة. معنى قوله تسلموا على أنفسكم يعني تسلمون على من في البيوت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يمكن بر الوالدين بعد وفاتهما؟ لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء لهما والتصدق عنهما وقضاء الديون التي في ذمتهما للناس والحقوق التي في ذمتهما للناس يقضيها الولد، هذا من البر بوالديه. وكذلك صلة الصديق، بل صلة الرحم المربوطة بهما، هذا من برهما. صلة الأرحام المربوطة بالوالدين كالأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات، فصلة الأرحام الذين يرتبطون بالإنسان من جهة والديه هذا من البر بالوالدين بعد موتهم. وكذلك صلة الصديق لهما في حياتهما هذا من البر بهما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أدى الإنسان فريضة الحج، فهل الأفضل أن يكرر ذلك ويتنفل بالحج أم يساعد المحتاجين والفقراء والمساكين؟ الأفضل إذا كان هناك أهل حاجة وأهل فقر فمساعدتهم أفضل من نافلة الحج، لأن نافلة الحج نفعها قاصر على صاحبها، أما الصدقات والإحسان فهذا يتعدى نفعه إلى الآخرين، والعمل الصالح إذا كان نفعه متعديا أفضل من العمل الصالح الذي نفعه قاصر على صاحبه. هل من حق الزوج أن يتدخل ويتحكم في راتب الزوجة؟ وما هي نصيحتكم للأزواج الذين يمنعون زوجاتهم من إعطاء مساعدة لأهلهم بحجة أنهم في غير حاجة للمساعدة؟ راتب المرأة مثل مالها، ملك لها، لا يجوز إلا بطيبة من نفسها، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقال الله جل وعلا في مهور النساء: وآتوا النساء صدقات إن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فمال المرأة ملك لها، لا يجوز أخذه إلا برضاها وطيبة من نفسها، لا لزوجها ولا لغيره، إلا إذا كان هناك شرط بين الزوجين عند العقد أن لزوجها حقا في الراتب الذي تكتسبه من وظيفتها. المسلمون على شروطهم، يجب عليها الوفاء بهذا الشرط. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك. هل هذا الحديث صحيح؟ وهل يشترط أن يكون الأبوان في حاجة أم يجب الاعتدال وبرهما قدر الإمكان؟ الحديث صحيح، والولد وماله لأبيه، لأن الولد من كسب الوالد، فللوالد أن يأخذ من مال ولده ويتملك منه ما لا يضر الولد ولا يحتاجه
الأمور. أما ما كان يضر بالولد أو يحتاجه الولد فإنه لا يجوز الوالد أن يضايقه في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل المال الذي ينفق في إرضاء الأهل من هدايا أو صلات يعتبر صدقة يثاب عليها؟ لا شك أن الإصلاح لا سيما بين الزوجين وما يدفع فيه من هدايا ومال أنه يثاب عليه، لأنه عون على البر والتقوى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تسبيح الإنسان وتهليله وتكبيره يحتاج إلى أن يكون على طهارة؟ وهذا السؤال من الجمهورية العربية السورية محافظة درعا، وباعثته إحدى الأخوات تقول سهام سين نون ف. ذكر الله جل وعلا بالتهليل والتسبيح والتكبير لا يحتاج إلى طهارة. الإنسان يذكر الله سواء كان متطهرا أو غير متطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولأجل أن يتمكن المسلم من ذكر الله ويكثر من ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمؤمن الانعزال عن الناس وقطع الأقارب لكثرة الفتن وفساد الزمان وكثرة الغيبة في المجالس والاختلاط بالرجال غير المحارم، خاصة بالنسبة للمرأة؟ ومن هم الذين يجب على المرأة أن تزورهم إذا كانت متزوجة؟ مخالطة الناس فيها تفصيل. إذا كان الناس على منكرات في مجالسهم أو في أعمالهم، وكان الذي يزورهم ويجلس معهم ينكر عليهم ويبين لهم ويدعوهم إلى الله، فهذا واجب عليه، ولا يجوز له أن ينعزل ويتركهم على حالهم السيئة، وهو يقدر على توجيههم وتعليمهم ودعوتهم إلى الله. أما إذا كان لا ينكر عليهم ولا يدعوهم إلى الله ولا يتأثر بما يفعلون من المعاصي أن يجالسهم ويأنس بهم، فهذا أمر محرم. لا يجوز للإنسان أن يخالط العصاة من غير إنكار ومن غير دعوة إلى ترك المنكرات. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والأقارب الذين تزورهم الزوجة أقاربها من جهة الأب أو من جهة الأم، لكن لا بد من رضا الزوج، لا بد من إذن الزوج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هل هناك قاعدة فقهية تقول المباحات بالنيات تنقلب عبادات؟ القاعدة أو الكلمة المعروفة أن العادات بالنية تصير عبادات، وذلك إذا قصد الإنسان الاستعانة بالمباحات على طاعة الله تعالى. فالذي يتسحر ويأكل الطعام من أجل الصيام يكون طعامه وأكله عبادة، لأنه يقصد بذلك الاستعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الذي ينام في النهار من أجل أن يقوم من الليل ويصلي، يستعين بالنوم في النهار وبالقيلولة على القيام في الليل، هذا يكون من العبادة. يكون النوم عبادة إذا نواله الاستعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى قيام الليل. وهذا النوم الذي لا يؤثر على أداء الفرائض في مواقيتها، بل النوم الذي يكون في القيلولة مثلا أو في وقت من النهار لا يزاحم العبادة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول بدأت الصلاة منذ 8 أشهر وما زلت والحمد لله محافظة عليها، وكان عمري عندما بدأت الصلاة 19 سنة، ماذا علي أن أفعل لقضاء السنين التي لم أكن أصلي فيها وقد ندمت كثيرا على ذلك، وبماذا أدعو الله ليغفر لي وجهوني مأموري؟ عليك بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار والمحافظة على الصلاة في المستقبل، ولا تلزمك الإعادة لما مضى لكثرة ذلك، ولأن ترك الصلاة متعمدا يكون كفرا، و لا يخرج من هذا الكفر إلا بالتوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة من جديد. فعليك بالمحافظة والاستغفار والتوبة، والله يتوب على من تاب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الواجب على المرأة سواء كانت فتاة أم متزوجة أن تفعل لتفوز برضا الله والجنة، خاصة بما يرتبط بحجابها، ومتى يحل لها الخروج من بيتها؟ جزاكم الله خيرا. المرأة التي تريد الجنة عليها بتقوى الله سبحانه وتعالى المحافظة على الفرائض وأداء الواجبات، وعليها أن تجتنب المحرمات والمعاصي. فقد جاء في الحديث أن المرأة إذا أدت فرضها وصامت شهرها وإلى آخر الحديث أنها تدخل جنة ربها. فالحاصل أن المرأة والرجل
كل منهما يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى وبسبب الأعمال الصالحة والتوبة من الذنوب والمعاصي. وعليها كذلك إذا كانت ذات زوج أن ترضي زوجها ولا تسخط زوجها، لأن زوجها هو جنتها أو نارها، فعليها أن تؤدي حقوق الزوج وألا تغضبه وتسخطه وتمنعه من حق له عليها. وكذلك عليها ببر والديها والإحسان إليهما وصلة الأرحام والأقارب والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين والمسلمين، كل هذه من أسباب دخول الجنة. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الجنة، جمعنا الله وإياكم في الجنة. هل هناك عبادات كالعبادات في الدنيا؟ الجنة دار جزاء وليست دار عمل. ما شاء الله. الجنة ليست دار عمل وإنما هي دار جزاء، كما في الكلام المعروف: الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. جزاكم الله خيرا. أحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أدري ما مدى صحته: من أراد أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم. لا أعرف هذا الحديث، ولكن سورة الحواميم لها مزية ولها فضل، ولكن لفظ الحديث لا نقف عليه. تسمى بالعرايس الحواميم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. في رمضان هذا العام أفطرت 6 أيام، وبعد انتهاء الشهر قضيتها والحمد لله، ولكنني كنت قد نظرت أن أصوم 6 أيام من شوال، وقلت في نفسي: والله علي أن أصوم 6 أيام من شوال ما حييت. ولكن فضيلة الشيخ مرضت ولم أقدر على الوفاء بنذري، خاصة أن جسمي ضعيف، فقررت أن أصوم 3 أيام كفارة اليمين، فهل هذا جائز يا فضيلة الشيخ؟ جزاكم الله خيرا. على ظاهر قولها أنها قالت في نفسها ولم تتلفظ ليس عليها نذر. ما شاء الله. فمجرد النية أو حديث النفس لا يلزم الإنسان بشيء، إنما الذي يلزمه بالنذر إذا تلفظ به وقال: لله علي أن أصوم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تستغفر لزوجها في الصلاة؟ تستغفر لنفسها ولوالديها ولمن شاءت من المسلمين. ما شاء الله. في الصلاة وخارج الصلاة. ما هي الأمور التي يمكن للمرأة أن تحييها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السنن كثيرة، لكن عليها بمحافظة على الفرائض، وعليها بمحافظة أيضا على النوافل والرواتب التي بعد الفرائض، وعليها بتمسك بالحجاب والحياة والحشمة، وعليها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت أو سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء فإنها تعمل به حسب استطاعتها، وإذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء فإنها تتجنبه وتحذر منه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من محبة النفس والوالدين والأولاد والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، عليه الصلاة والسلام. هل الالتفات في الصلاة هو التفات القلب أم الالتفات بالبدن أيضا؟ يشمل الاثنين، يشمل التفات القلب عن الله سبحانه وتعالى والانشغال بأمور خارج الصلاة وبأمور الدنيا، وهذا يؤثر على الصلاة. طب لا يكون الإنسان أجر في صلاته، إذا صلى وهو ملتفت القلب في كل الصلاة فليس له أجر، وإن التفت في بعضها نقص من أجره بقدر ما التفت فيه قلبه عن الله عز وجل. وأما الالتفات بالجسم فإن كان الالتفات بالرأس فقط وهو لحاجة فلا بأس، وإن كان لغير حاجة فإنه مكروه وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المسلم. وأما الالتفات بالبدن والانحراف عن القبلة من غير ضرورة فهذا يبطل الصلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ذكرونا بالثلاثة الذين لا تجاوز صلاتهم آذانهم. أظن لا أحفظ، لكن أظن منهم الآبق حتى يرجع
إلى دحين. تسأل هذه المستمعة جزاكم الله خيرا عن الإيمان بالنشرات الجوية والتصديق بما يذكر عن حالات الطقس، مع أنه يقال في كثير من الأحيان بإذن الله سيكون كذا أو لا يكون كذا. النشرات الجوية التي هي من باب التوقع فقط وليست من باب الجزم لا بأس بها، ننظر في علامات الجو ويتوقع أنه سيحصل كذا وكذا من باب التوقع فقط لا من باب الجزم، هذا لا بأس به. أما إذا كان من باب الجزم والإخبار أنه سيقع كذا وكذا من باب الجزم فهذا لا يجوز، وهو من ادعاء علم الغيب ولا يجوز التصديق به، لأنه من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا خطبت المرأة وكان فيها عيب، هل تبدي ذلك من العيب أم تسكت عليه؟ لا بد من إبدائه، لا بد من إبدائه وذكره، وإلا يكون في هذا غش للزوج. جزاكم الله خيرا. هل يحق للزوج أن يجبر زوجته على خدمة أهله وإطاعتهم؟ هذا من المعروف، وقيامها بخدمة زوجها وبخدمة أهله هذا من حسن العشرة والتعامل مع الزوج ومع أهله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاءنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى.